بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والى وبعد أسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها المشاهدون الكرام لقاؤنا اليوم من أجل مدارس الفاتحة فأقول سميت هذه السورة بالفاتحة لأنه يفتتح بها القرآن العظيم وتسمى المثاني لأنها تقرأ في كل رقعة ولها أسماء أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. دين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فهنا في سورة الأولى تفسير يقول ، وهذا هو التفسير الميسر، أعداد نخبة من العلماء. (المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مجمع الملك فهد لاتباع المصحف الشريف، الأمانة العامة، الشؤون العلمية) السورة الأولى: أبدأ قراءة القرآن، بسم الله مستعينا به الله علم على الرب تبارك وتعالى هل معبود بحق دون سواه وهو أخص أسماء الله تعالى ولا يسمى به غيره سبحانه الرحمن الرحيم الرحمن ذي الرحمه العامه الذي وسعت رحمته جميع الخلق الرحيم بالمؤمنين وهما اسمان من اسمائه تعالى يتضمنان إثبات صفة الرحمة لله تعالى كما يليق بجلاله. الحمد لله رب العالمين. هي الآية الثانية الحمد لله رب العالمين الثناء على الله بصفاته التي كلها اوصاف كمال وبنعمه الظاهره والباطنه الدينيه والدنيويه وفي ضمنه امر لعبادته ان يحمدوه فهو المستحق له وحده وهو سبحانه المنشئ للخلق القائم بأمورهم المربي لجميع خلقه بنعمه ولأوليائه بالإيمان والعمل الصالح. الرحمن الرحيم. الآية الثالثة الرحمن ذي الرحمة العامة الذي وسع رحمته جميع الخلق. الرحيم بالمؤمنين. وهما اسمان من اسماء الله تعالى. مالك يوم الدين. الايه الرابعه. وهو سبحانه وحده مالك يوم القيامة وهو يوم الجزاء على الأعمال وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل رقعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر تذكير له باليوم الآخر عفوا وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح والكف عن المعاصي والسيئات إياك نعبد وإياك نستعين إنا نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع امورنا فالامر كله بيدك لا يملك منه احد مثقال ذره وفي هذه الايه دليل على ان العبد لا يجوز له ان يصرف شيئا من انواع العباده كالدعاء والاستغاثه والذبح والطواف الا لله وحده وفيها شفاء القلوب من داء التعلق بغير الله ومن امراض الرياء والعجب والكبرياء اهدنا الصراط المستقيم دلنا وارشدنا ووفقنا الى الطريق المستقيم، وثبتنا عليه حتى نلقاك. وهو الاسلام الذي هو الطريق الواضح الموصل الى الى رضوان الله والى جنته. الذي دل عليه خاتم رسله وانبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل الى سعادة العبد إلا بالاستقامة عليه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهم اهل الهدايه والاستقامه ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود ومن كان على شاكلتهم ولا تجعلنا من الضالين وهم الذين لم يهتدوا عن جهل منهم فضلوا الطريق وهم النصارى ومن اتبع سنتهم وفي هذا الدعاء شفاء لقلب المسلم من مرض الجحود والجهل والضلال. ودلالة على أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإسلام فمن كان أعرف للحق وأدبع له كان أولى بالصراط المستقيم ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بذلك بعد الأنبياء عليهم السلام فدلت الآية على فضلهم وعظيم منزلتهم رضي الله عنهم ويستحق للقارئ أن يقول في الصلاة بعد قراءة الفاتحة آمين ومعناها الله مستجب وليست آية من سورة الفاتحة باتفاق العلماء ولهذا أجمعوا على عدم كتابتها في المصحف و... ولهذا أجمعوا على عدم كتابتها في المصاحف هذا هو لقاؤنا آه... الأول في دراسة سورة الفاتحة وهذا و هو... ارجو من الله تعالى ان يكون ذلك نافعا لي ولكم جميعا والله الموفق الى اقوم الطريق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته